هل حلمت يوما بالتنفس تحت الماء؟ هل حلمت يوما بالسير مسافة كيلومترات من دون الشعور بالتعب؟ وهل فكرت يوما بحمل صندوق أكسجين صغير على ظهرك تتنقل به كما شئت؟ هذه الأحلام يبدو أنها لم تعد بعيدة المنال بعد أن تمكن إيهاب الحلاب ابن 17 عاما اللبناني الطرابلسي من الحصول على 3 براءات اختراع. إيهاب الفخور بما حققه روى للمستقبل ظروف كل اختراع. مثل الخيشيم الاصطناعي بدأت كان عمري 11 سنة تقريبا، مورا حادثة اللي هي سقوط تحت الماء وعدم قدرة التنفس تحت الماء. فمن هون أفكر بحل منطقي كيف السمكة تتنفس تحت الماء والإنسان لا، فبصل لاختراع خيشيم اصطناعي. بعد سنين طبعا البحوث بوصل لاختراع خيشيم اصطناعي بيخليك تتنفس تحت الماء دون الحاجة لذرات الأكسجين، يعني إنسان برمائي. والاختراع الثاني هو الحذاء الإلكتروني، كنت ماشي مسافة طويلة، فمن هون بفكر كمان بحل أيضا لهيدي المشكلة. واخترعت الحذاء الإلكتروني اللي عنده عدة إيجابيات، واللي هي بحد من زحمة السير للأشخاص اللي بيستخدموا سيارات لقطع مسافات قصيرة، وبوفر مال على صاحبه لأشخاص طبعا كمان اللي يستخدموا سيارات لمسافات قصيرة. وإذا الشخص حب يتنزه للبرية لحاله في يستخدم هذا الحذاء، بمشيك 15 كيلومتر بالساعة. والاختراع الثالث هو قريب عن الخيشيم الاصطناعي بس بالبر، هو صندوق بدل ما تحط ذرات اكسجين بالمستشفيات او بالامبولانس او بيت المريض، بتحط صندوق صغير الحجم، بتحط مي بيقدر ياخذ من المي الاكسجين ويعطي النسبه الكافيه للمريض. يبدو إيهاب الحلاب فخورا بما أنجزه، وهو الذي لا يزال بجعبته الكثير على عكس المال الذي ينقصه لترجمة اختراعاته في ظل إهمال رسمي وتطنيش خاص. وعدت بتمويل من بعض الناس المشهورة أو رجال أعمال مشهورة والسياسيين المشهورين بطرابلس، عرضت علي تمويل وتبني هذه الاختراعات لتسويقها وتأسيس الشركة لتسويق هذه الاختراعات عالميا تحت اسم ميد إن لبنان. هو وجه من وجوه مدينة عانت الكثير، ومنها يوجه ابنها المخترع رسالة إلى شباب طرابلس ولبنان أن اصنعوا ظروف البلد الذي تحلمون به.